وفي الشأن الاجتماعي، قدم اليوم رئيس اتحاد جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين كاساك محمود علي سعيد، قدم حديثا صحفيا بمكتبه استنكرة، وأدان فيه بعض التصرفات الغير وطنية لبعض الساسة ورؤساء جمعيات المجتمع المدني على حد قوله، مؤكدا مساندة ودعم الاتحاد لسياسة الحكومة وكذا البرنامج الحكومي المتمثل في الطاولة المستديرة المزمع انعقادها في باريس لحشد الموارد بغية تمويل الخطة الوطنية للتنمية. نتابع جزء من حديثه في ميكروفون آدم حسن المكاوي. اتحاد جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين كازاك ينكر ويندد بشدة التصرف الغير أخلاقي والغير وطني اللي قايمين فوق بعض من الرؤساء في المجتمع المدني وبعض من رؤساء الأحزاب، يعني بحاولوا في الأيام الأخيرة يصبوا الطين عشان يشنوا صورة شات. المصلحة العامة لازم تهمنا كلنا. بلدنا اليوم سارية إلى تقديم برنامج تنمية في طاولة المستديرة اللي تدار في باريس يوم 6 شهر سبتمبر. يعني المطلوب من الإنسان كان عنده روح وطنية، خليه ينصب ورا المشروع ده عشان المصلحة هي مصلحة عامة. إنسان بيجي بيجيب نداءات تخريب، نداءات تهديم، نداءات تفشل السياسة القائمة فوق الحكومة، وده إنسان ما عنده وطنية وما عنده غيرة وطنية، وخليه يتراجع من الأمل الغير أخلاقي والأمل الغير وطني اللي قاعد بيقوم فوقه. وحدة الصف مطلوبة، وأنينا في المجتمع المدني قلنا ونكرر ونكرر نقول أنينا ما بنقعد مكتوب في الأيدي وننظر بلدنا يجوا يهدموها ولا يجيبوا فوقها الخراب ولا البرجال، ما بنرضى أبدا. ليل ونهار أنينا في يقظة، ونطلب من المواطنين ومن الإخوة في المجتمع المدني دائما خليه يكونوا في يقظة. يعني الوطن أمانة في أيدينا، لازم نكون وراء الرجل إدريس ديبي إتنو عشان التنمية لسا ماشي فوقها بلدنا ده، والآفة لسا بلدنا فوقها ده لازم تستمر. وكان في بعض من السياسيين يعني تعجبهم حتى التصرفات الغير أخلاقية، في بعض من الإرهابيين دايرين بيقوموا فوقها بيجوا فوقها في بلدنا تشاد. يعني التصرف الزي ده علينا نندده. ما ممكن أنت إنسان سياسي وتأيد نادم بجي بخرب بلدك. النادم البجي بخرب بلدك كان معارض عنده سلاح ولا كان بلم مع إرهابي ولا، لازم تهارب بنفس القدر. واتحاد جمعيات المجتمع المدني كازاك دائما واقف وراء الحكومة وواقف وراء رئيس الجمهورية إدريس ديبي، ويتصدى لكل عدو بجي بخرب الآفي هسه الأنينة ماشين فوق ده، ولا بجي بخرب الطريقة السليمة لسه البلد ماشي فوق ده. نظمت اليوم لجنة منظمات السلام في الوسط المدرسي بثانوية فيليكس إيبوي دورة تدريبية لصالح سفراء السلام بمختلف المدارس والثانويات حول أهمية السلام ومكافحة العنف في الوسط المدرسي. تقرير محمد حسن آدم. بهدف تقوية كفاءات سفراء السلام بمختلف المؤسسات التعليمية، نظمت الخلية التنسيقية للجنة منظمة السلام في الوسط المدرسي كوبيس دورة تدريبية حول أهمية السلام ومكافحة العنف. بدأت المناسبة بكلمة العميد العام للجنة كوبيس سلزابو ديموغنا، الذي أشار إلى أهمية هذه الدورة في تنظيم عمل سفراء السلام بالمدارس، لا سيما نشر ثقافة السلام ومكافحة الأنف في الوسط المدرسي. عقب ذلك جاءت كلمة العضو السابق ورئيس حزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي عبد الرحمن محمد أبا، الذي أعطى بعد الوصاية والتوجيهات للشباب حول الأنشطة الثقافية والتربوية التي تخص سفراء السلام. مدير ثانوية فيليكس إيبوي سيرفيس موندو هانرانغ من جهته أكد بأن هذه البادرة تستحق الإشادة والتقدير، كما أن مثل هذه الورش تسهم في تعزيز عمل الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال مكافحة الأنف في الوسط المدرسي. كما طلب من المشاركين المضي قدما وبذل المزيد من العمل لتغيير السلوكيات.
هذا كل ما لدينا سيداتي وسادتي في هذه الساعة. شكرا لكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.